ديون الداخلية للأندية تحتاج إلى عمل كبير وتدقيق، وراح يأخذ الموضوع وقت طويل. هذا دليل على، يعني أنا وجهة نظري وتصوري، دليل على أنه في مصداقية وفي تحري دقة حتى لا يظلم أحد أولا، لأن هذا الموضوع شائك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، شائك وخطير، لأنه مسألة أنه اختفاء مبالغ محددة أو من مديونيات ذهبت إلى طرق في طرق غير مشروعة، هذه معناها اتهام لأشخاص، وبالتالي من الطبيعي أنه يتأخذ الوقت الطويل، وهذه يعتبرها شفافية وتدل على حياد، تدل على عدل، وحرص تحري العدل. صحيح. طيب.